صباح الخير، صباح الفل، أهلا صباح أهلا. الجمال. طبعا يا جماعة احنا متواجدين النهاردة في البلد وتفطار اليوم ده رز. احنا عاملين زي عيش الهند، يعني احنا بناكل برضو رز وده شوربة عدس. حتى بنتي مش جايبة معلقة نظيفة. طب هناكل ازاي بالمعلقة دي؟ ينفع كده؟ ومقطعين طماطم وحاطين عليها كمون، وطبعا ده المخلل، نادي نادي اشوف لك ده البتنجان، ده بقى اسمه ايه؟ مقدونس. ده البتنجان السوري المقدونس، المقدونس او المقدونس. هاتي كده معانا، خد الواد ده وقلوه. ده بيض، بيض مقلي، وده بتنجان، ده قصدي جبنه، وعيش بروتين. شايفين؟ بصوا يا جماعه، ده شوربه عدس، ده شوربه عدس، وده رز. فاحنا نقوم عاملين ايه بقى؟ ادي المعلقه اهي، جايبين شوربه العدس وحاطين اهو كده اهو، ونقوم ايه واكليه في خضره. لا وناكل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. مين لا لا جلش. ما تروحش هناك، الجو حار. طعمه تحفه. ده البيض وده البتنجان. اللودر جاي يكون سوا. هتاكل ايه؟ ده اللودر جاي يكون. اقعدي كلي بقى. لا يا حتى انك جوزك معايا. تحفه العدس بالرز. ما تروحش يا فين؟ شايفين يا جماعة؟ بصوا ده الأكل الهندي. على فكرة احنا طباعنا ساعات زي طباع الهنود. احنا عاداتنا وتقاليدنا زي الهنود برضو. الهنود عندهم الهنود بياكلوا رز وعدس. شو كده عم بتعطل عليك اهو. احنا كمصريين بناكل رز وعدس. ده اسمه المقتونس، البتنجان المحشي. تعال افطر يا ابو السي. تعال يا ابو نعملك سندوتش جبنه. خليه ياكل. تعال كل. يلا ده ليمون. تاكل رز وطبيخ. اه بقول لهم ده البتنجان التحفه ده بقى. مش هتيجي تاكل ايه؟ مالك سندوتش بقى؟ دي الطماطم. كل يا نادي.